يعني شكلنا كده ان احنا داخلين على زيادة اخرى من اسعار الزيوت في السوق عموما، يعني بنتكلم في حوالي 24% زيادة في أسعار زيوت الطعام. طبعا عندنا مخزون استراتيجي للزيوت بيكفي 6 أشهر. مصر بتستورد حوالي 98% من احتياجاتها من الزيوت. معي على الهاتف أستاذ كريم بركة، عضو مجلس التصدير للصناعات الغذائية. أستاذ كريم مساء الخير، وضع الزيوت إيه؟ الزيادة إمتى يتم تطبيقها؟ مساء الخير أستاذ لميس. الزيادة تمت بالفعل يوم 15 مايو. وطبعا احنا يعني جميع شركات انتاج الزيوت كانت قابلتها زيادة عالية جدا في الأسعار، سواء من سعر الزيوت العالمية اللي أكتر من الضعفت مقارنة بالسنة اللي فاتت، أو التغيير في سعر الصرف الحوالي 16% اللي فرقوا معانا مع جميع مستوردي ومنتجي الزيوت. وبالتالي كانت التكلفه زايده بنسبه كبيره جدا، ولكن طبعا احنا تماشيًا مع خطط الدوله وعلشان المستهلك ما يواجهش اي صعوبات في خلال شهر رمضان، طبعا الشركات تحملت التكاليف دي واجلت الزياده الى ما بعد رمضان والاعياد. يعني هل فعلا الزيوت اسعارها بالذات عباد الشمس والذره زايد 100% هذا العام عن العام الماضي؟ بالنسبه للتكلفه هي زايده اكتر من 100% تقريبا، لانه احنا خدنا حاجتين ورا بعض، جائحه كورونا اللي كانت كل الشركات والحكومات بتعمل مخزون استراتيجي، وكانوا المستهلكين في دول كتير جدا برضو بيعملوا مخزون استراتيجي، وطلعنا بيه على الحرب الروسية الأوكرانية. وطبعا احنا عارفين ان أوكرانيا هي احد اكبر مصدري زيوت عباد الشمس في العالم، اضافة الى كده انه زيوت النخيل اللي هي تعد اكتر من 70% من الزيوت اللي احنا بنستوردها من بره، من ماليزيا واندونيسيا، حصلت برضو بعض القرارات من الحكومات في شرق آسيا زي إندونيسيا بمنع التصدير أو تحديد كميات التصدير علشان الاستهلاك المحلي عندهم.